يعني يمكن من بعد 30 يونيو زي ما بنتكلم انه في اطراف رافضه لنتائج ما حدث في 30 يونيو وروجت له باعتباره زي ما قال الاستاذ نبيل انه انقلاب عسكري، واستمرت في عمليه ترويج بعض الامور والفزعات اللي منها فزعات حقوق الانسان التي كانت حاضره دائما لدى بعض المنظمات وبعض وسائل الاعلام في استخدامها تجاه مصر، وكان الهدف من ده هو تشويه المشهد المصري ومحاولات الضغط على مصر بشكل مستمر لتطويع هذه الدوله. ايه سبب ده كله؟ السبب وراء كل ذلك هو استقلال مصر بقرارها الوطني، وانه مصر صارت دوله مستقله بقرارها، يعني بتتخذ قراراتها وفقا لمصالحها وليس وفقا لاملاء او محاولات لضغوط من اي اطراف. هذه الفكره هي فكره بتزعج اطراف اقليميه ودوليه كثيره، صح. لانه هذا معناه ان مصر ستنطلق بقوتها نحو قوة اقتصادية وقوة عسكرية وتصبح منافسة وبتساعد جيرانها، بتساعد الأشقاء في ليبيا أنهم يتوحدوا، بتساعد الفلسطينيين في سوريا، في المنطقة، جنوب السودان. التحركات دي بالتأكيد هي بتزعج بشكل كبير أطراف تانية كانت بالنسبة لها إضعاف مصر وانشغالها بوضعها الداخلي ده بيعطي مساحات للتمدد، سواء كان للأجندة التركية أو للأجندة الإيرانية أو لقطر أو غيرها من أو حتى إسرائيل. يعني كل الأجندات دي يعني لديهم أزمة حقيقية، لأن أطمعهم فين؟ أطمعهم في الدول العربية وفي المنطقة العربية. فبالتالي قوة مصر وتماسكها وقدرتها على مساعدة الأشقاء العرب ده بيزعج هذه القوة بشراسة، وبالتالي هينقضوا علينا كلما تقدمنا وكلما استطعنا أن نقوي أنفسنا، هيبدأوا أنهم يشوهوا هذا المشهد ويحاولوا أنهم ينالوا منه.